صحيت من النوم، مسكت الموبايل، يا رب خبر حلو، دبابة، طيارة، 100 200 1000، طبعا من عند البعدة. ما لقيتش اي حاجة من دي. لقيت التايم لاين بيوجهني لخبر تاني خالص، ولكن يبدو انه مهم، يبدو ان هذا الخبر مهم، لانه الكينج محمد منير كان عامل حفلة من يومين. سألت نفسي، هو لسه عايش؟ طلع لسه عايش، ربنا يديله الصحة. كان عامل حفلة وحضرها كبار الشخصيات، الهضبة عمرو دياب وبعض الشخصيات التانية مهمة برضو. الناس دي كلها مهمة، كلهم كانوا حاضرين الحفلة. مش ده الغريب، احنا بطبيعتنا بنحب الترفيه والغنى، وزي ما كلنا عارفين ان الغنى والحفلات من علامات تقدم الشعوب. دي حاجة مهمة جدا لازم نربي اجيالنا عليها. المغنيين والممثلين من علامات تقدم وازدهار الامم. فبصيت كده على شوية مشاهد من الحفلة، لقيت الناس سعيدة، الكومنتات ولايكات وبتاع. ليه؟ أتاري إن محمد منير جاء كده في كوبليه من كوبليهاته، وراح لابس الكوفية الفلسطينية، وراح مغني كوبليه بيقول فيه القدس عربية إلى آخر يوم حياة. بص الرومانسية، القدس عربية إلى آخر يوم حياة. الراجل بيديك معلومة درر، بيديك معلومة محدش يعرفها، وتعرف الراجل المهم من طريقة إعطائه للمعلومات. الراجل المهم اللي انت تبقى عايز تسمع له لازم يديك معلومة انت ما تعرفهاش، او يفكرك بيها لو انت ناسيها. انما يديك معلومة كوكب الارض كله عارفها، انا ما عارفش ما هي الرسالة التي يريد توجيهها. النقطة التانية، لو انا رئيس دولة معادية، اصحى من النوم الصبح بدل ما اصحى من النوم مكتئب زي اي شاب عربي. كلنا بنصحى من النوم مكتئبين لان مفيش هدف في الحياه. انت بتصحى من النوم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ترى هعمل ايه النهارده؟ انت ذات نفسك مش عارف. المهم هكلم رئيس المخابرات بتاعي، اقول له لو سمحت الاعداء بتوعنا بيعملوا ايه النهارده؟ هل بيحاولوا يقاوموا؟ السلام عليكم، النهارده ان شاء الله داخل توزع اللبن. ايه اللي بتقوله ده؟ فتحت الساعه كام النهارده؟ هل عندهم خطه للدفاع عن نفسهم ضدنا، سواء احنا معتدين او غير معتدين؟ مش دي النقطة، النقطة هل اعدائنا بيعملوا حاجة؟ واذ برئيس المخابرات كده في موقف تخيلي درامي، جاي شكله مصدوم ومرعوب، هقول له ايه؟ بيجهزوا، هيضربوا نووي؟ ايه؟ دبابات؟ مليون مقاتل على الحدود؟ احنا مش جاهزين لمليون مقاتل. واذ برئيس مخابراتي صدمني بهذا الموقف التخيلي البسيط، قال لي لا ده عندهم واحد اسمه محمد منير. انا سمعت الاسم تخضي، محمد منير دي مصيبه، احنا ما نقدرش نقف ضده. قال لي اه ده غنى القدس عربيه والناس قعدت تهلل وتتنطط. يا للاسف يا للاسف، لو انت راجل وبيتك بيتهجم عليه، مراتك هتبقى مستنيه منك ايه؟ تدافع عن البيت حتى اخر لحظه، والا هي هتفقد رغبتها فيك كذكر كزوج، لأنك لا توفر لها الحماية. فلما يبقى ردة فعلنا بهذه السعادة على إن محمد منير غنى القدس عربية، ده كده بسم الله الرحمن الرحيم هيحرر القدس. يا للأسف يا للأسف على الرجال اللي ماشيين زي القطيع، خرفان ماشية، غنى القدس عربية فكله تنطط وهلل، وستات قعدت واقفة كده بتتنطط، ومناظر غريبة جدا. انتوا بتتنططوا ليه؟ لما انت شايفة ان القدس عربية علمت ابنك، انت فاشلة اصلا، لا تصلحي تبقى ام. هتبقي ام ازاي انت وانت نص اللي حاضرين دول ان لم يكن تلات ارباعهم سكرانين؟ قدس ايه وعربية ايه؟ احنا في ايام سودة.